بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن خصائص اللوغاريتمات. تعرفنا على اللوغاريتمات، كيفية كتابة اللوغاريتمات. تعرفنا أيضا على أن اللوغاريتمات هي الدالة العكسية للدالة الأسية. عرفنا كيف نحول دالة أسية إلى دالة لوغاريتمية والعكس. والآن أطبق خاصية المساواة للدوال اللوغاريتمية، أبسط عبارات وأجد قيمها باستعمال خصائص اللوغاريتمات. أول خاصية راح نتعرف عليها هي خاصية المساواة في الدوال اللوغاريتمية. إذا كان ب عددا موجبا حيث ب لا يساوي واحد، فإن لوغاريتم X للأساس B يساوي لوغاريتم Y للأساس B، إذا وفقط إذا كان X تساوي Y. إذا تساوى اللوغاريتم راح يصبح X يساوي Y. إذا كان لوغاريتم X للأساس 5 يساوي لوغاريتم 8 للأساس 5، تساوى اللوغاريتم فإن X تساوي 8. الخاصية الثانية راح نتعرف عليها أيضا خاصية الظرف في اللوغاريتمات. إذا كان لوغاريتم الإكس في الواي للأساس بي، راح نوزع اللوغاريتم على الإكس والواي ونضع بينها عملية جمع. إذا عملية الضرب مرتبطة بعملية جمع، إذا راح نوزع اللوغاريتم ونضع بينها عمليات جمع. المثال الأول، استعمل خاصية الضرب في اللوغاريتمات. أعطاني لوغاريتم 3 للأساس 4 تساوي تقريبا 0.7925 جزء من 10,000 لتقريب قيمة اللوغاريتم 192 للأساس 4. أول شيء لازم أحول 192 هذه إلى الأساس 4 وأحولها إلى عملية ضرب بالتحليل إلى عوامل، خلاص، أو نحللها إلى عواملها الأولية، بعدين نوزع اللوغاريتم على عملية الضرب، نضع عملية الجمع، راح نحل تحقق من فهمك واحد. استعمل اللوغاريتم 2 للأساس 4 يساوي نص لإيجاد قيمة لوغاريتم 32 للأساس 4. أول شيء راح ناخذ 32 ونحللها الأساس مين؟ هنا حط لي أساس 4، إذا أحللها إلى أساسها 4. 32 تقبل القسمة على 4 فيها 8، والثمانية تقبل القسمة على 4 فيها الاثنين، والاثنين تقبل القسمة على الاثنين فيها الواحد. إذن لوغاريتم 32 للأساس 4 يساوي لوغاريتم عبارة عن الأربعة الآن مرتين، إذن 4 أس 2 مضروبة في الاثنين للأساس 4. الخطوة اللي بعدها راح نوزع اللوغاريتم على الضرب، فيصبح عندي الآن لوغاريتم 4 أس 2 للأساس 4 زائد لوغاريتم الاثنين للأساس 4. تساوى الأساس الآن فيصبح عندي لوغاريتم الأربع أس 2 للأساس 4 يساوي الأس 2 زائد لوغاريتم الاثنين للأساس 4، عطاني قيمتها في السؤال وحط مكانها، أعوض عن مكانها بنص، 2 زائد نص رح يساوي 2.5. هذه بالنسبة إلى خاصية الضرب. رح ننتقل الآن إلى خاصية القسمة في اللوغاريتم. لوغاريتم ناتج القسمة يساوي لوغاريتم المقسوم مطروحا منه لوغاريتم المقسوم عليه. إذا رح نوزع اللوغاريتم على البسط والمقام ونضع بينهم عملية طرح، إذا عملية القسمة مرتبطة بعملية الطرح. نأتي إلى مثال 2، باتباع خطوات حل المثال رح نحل تحقق واحد.
استعمل لوغاريتم الاثنين الاساس 3 الذي يساوي تقريبا 0.63 او 63 لتقريب قيمة لوغاريتم الاربعة ونصف للاساس 3. اول خطوة راح اخذ هذه الاربعة ونصف اللي هي عبارة عن راح نكتب الآن لوغاريتم الأربعة ونصف للأساس ثلاثة، الأربعة ونصف راح أحولها إلى كسر عبارة عن لوغاريتم الخمسة وأربعين على عشرة للأساس ثلاثة. الخمسة وأربعين والعشرة كلها تقبل القسمة على خمسة، فتصبح عندي لوغاريتم 45 تقسيم الخمسة فيها تسعة على الاثنين للأساس ثلاثة. إذا الآن رح نستخدم خاصية القسمة في اللوغاريتمات، لكن في الأول رح أحول التسعة لأساسها يكون ثلاثة، رح أحول التسعة وخلي أساسها ثلاثة، فعندي الآن رح تصبح لوغاريتم ثلاثة أس الاثنين على اثنين للأساس ثلاثة. الآن أوزع اللوغاريتم على البسط والمقام وأضع بينهم عملية طرح، فتصبح عندي لوغاريتم ثلاثة أس اثنين للأساس ثلاثة ناقص لوغاريتم الاثنين للأساس ثلاثة تساوى الثلاثة ومع الأساس، فتصبح عندي الاثنين ناقص عند الآن لوغاريتم الاثنين للأساس ثلاثة أعطاني قيمتها اللي هي صفر بوينت، عذرا صفر بوينت 63، فيصبح الناتج تقريبا لما أخذ اثنين وأطرح منها 0.63 يعطيني 1.37. رح ننتقل الآن إلى الخاصية الرابعة، خاصية لوغاريتم القوة. لوغاريتم القوة يساوي حاصل ضرب الأس في لوغاريتم أساسها. أن إذا كان عندي لوغاريتم الأكس أس الأم على البي، الأم هذه رح ننزلها فتصبح معامل اللوغاريتم، فيكون لما استخدم هذه الخاصية الام لوغاريتم الاكس للاساس بي. اذا الاس الان اقدر انزله واخليه معامل اللوغاريتم. مثال اربعة، استعمل خاصية لوغاريتم القوة من خلال خطوات حل المثال المحلول. راح نحل مع بعض تحقق من فهمك. اربعة، اذا كان لوغاريتم السبعة للأساس ثلاثة يساوي تقريبا 1.7712، فقرب قيمة اللوغاريتم 49 للأساس ثلاثة. أول شيء أنا عندي الآن 49 راح أحولها إلى عدد مرفوع لقوة، راح احولها الى عدد مرفوع لقوة اللي هو عبارة عن لوغاريتم السبعة اس الاثنين للاساس ثلاثة. لما اجي انا استخدم خاصية لوغاريتم القوة راح اضع الاثنين كمعامل اللوغاريتم للسبعة للاساس ثلاثة. لوغاريتم السبعة للأساس ثلاثة موجود قيمتها، راح أعوض عنها، إذا الاثنين مضروبة في 1.7712. بعد ما أجري عملية الضرب بحسبه 3.5424. هنا استخدمنا خاصية لوغاريتم القوة. في مثال خمسة، تبسيط العبارات اللوغاريتمية. عشان أبسط عبارات لوغاريتمية إذا كان أنا عندي جذر لازم أحوله إلى عدد مرفوع الأس، فراح نحل تحقق من فهمك. خمسة A
لوغاريتم. الجذر الثالث للستة وثلاثين للأساس ستة. أول خطوة راح أشيل الجذر اللي هنا أحوله إلى أس كسري، فتصبح عندي لوغاريتم، أفتح قوس، الستة وثلاثين الجذر الثالث معناها ثلث، أس ثلث للأساس ستة. الآن الستة وثلاثين هذه أقدر أرفعها القوة، عدد مرفوع القوة عبارة عن لوغاريتم الستة وثلاثين عبارة عن ستة أس الاثنين الكل أس ثلث للأساس ستة. قوة مرفوعة القوة، نجري عملية ضرب، لوغاريتم الستة أس اثنين على ثلاثة للأساس ستة تساوي، راح استخدم خاصية قوة، عندي خاصية لوغاريتم القوة هنا اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة، فراح ينزل الأس كمعامل للوغاريتم فيصبح عندي اثنين على ثلاثة لوغاريتم ستة للأساس ستة. من ضمن الخصائص إذا هذه تساوت فيصبح قيمة اللوغاريتم كلها واحد، فالآن اثنين على ثلاثة لوغاريتم ستة للأساس ستة قيمتها واحد، فيصبح الناتج الأخير يساوي اثنين على ثلاثة. يمكنك استعمال خصائص اللوغاريتمات لإعادة كتابة العبارات اللوغاريتمية من الصورة المختصرة إلى الصورة المطولة، إذ يمكنك تحويل الضرب إلى جمع والقسمة إلى طرح والقوة والجذور إلى ضرب. في مثال ستة كتابة العبارات اللوغاريتمية بالصورة المطولة بنفس خطوات حل الأمثلة المحلولة، راح نحل ستة A. في سؤال ستة A عطانا لوغاريتم ستة A تكعيب B وسي أس أربعة للأساس 13. أول خطوة من خطوات الحل راح نوزع اللوغاريتم على عمليات الضرب ونضع عمليات جمع، فتصبح عندي الآن لوغاريتم 6 للأساس 13 زائد لوغاريتم الـ A تكعيب للأساس 13 زائد لوغاريتم البي للأساس 13 زائد لوغاريتم السي أس 4 للأساس 13. هذه أول خطوة. ثاني خطوة في الحل، جميع الأسس راح أنزلها معاملات. أنا عندي لوغاريتم الأول راح أنزله ما في أس، فيصبح عندي لوغاريتم 6 للأساس 13. الآن الأس 3 راح أنزله فيصبح 3 لوغاريتم الA للأساس 13 زائد هنا ما في أس فنكتبها نفسها لوغاريتم الB للأساس 13. آخر شيء أس 4 راح ننزلها كمعامل 4 لوغاريتم الC للأساس 13. هذه إجابة سؤال 6A. راح ننتقل إلى ستة سي. عندي لوغاريتم الجذر الثالث لواحد ناقص الاكس على اثنين اكس زائد الواحد للأساس أربعة. أول شيء راح نوزع اللوغاريتم على البسط والمقام ونضع بينهم عملية طرح، راح يساوي لوغاريتم الجذر الثالث لواحد ناقص الاكس للأساس أربعة ناقص لوغاريتم اثنين اكس زائد الواحد للأساس أربعة. الخطوة اللي بعدها راح نحول الجذر هذا إلى عدد مرفوع لأس كسري، فتصبح عندي لوغاريتم
واحد ناقص الاكس، بما ان الجذر الثالث معناها مرفوع الاس ثلث للاساس 4 ناقص لوغاريتم 2 اكس زائد الواحد للاساس 4. كذا كتبنا من الصوره المختصره الى الصوره المطوله. لكن في المثال السابع كتابة العبارات اللوغاريتمية بالصورة المختصرة الآن، يعطينيها كصورة مطولة وأنا أحولها إلى صورة مختصرة، عملية الجمع أحولها إلى ضرب والمعاملات أرفعها إلى أسس. فرح نحل 7a، عندي الآن سالب 5 لوغاريتم لوغاريتم الاكس زائد الواحد للاساس 2 زائد 3 لوغاريتم 6 اكس للاساس 2. اول شيء راح ارفع المعاملات فتصبح اسس، عندي الان لوغاريتم الاكس زائد الواحد اس سالب 5 للاساس 2 زائد لوغاريتم 6 اكس اس 3 للاساس 2. اخر خطوه راح اشيل عمليه الجمع واحط مكانها عمليه ضرب، يساوي لوغاريتم راح اخذ اللوغاريتم كعامل مشترك الاكس زائد الواحد اس سالب 5 مضروبه في 6 اكس اس 3 للاساس 2. هذه اجابه سؤال 7a. كذا انتهينا من هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله وحفظه.